السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. تحياتي لكم أحمد سمير من قناة يلا نساعد بعض وسلسلة دروس الموكب والحلقة الثالثة ونعمل النهاردة البزنس كارد ويلا نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بلان وهنعمل السكيل بتاعنا 9 في 5 وهنبدأ نديها سيكنس نحولها ايدي تيبل ونيجي على البوليجن وكنترول وايه ورايت كليك اكسترود ونعمل 0.01 بحيث ندينا سيكنس بسيط بس كده للشك. وهنيجي ننزل ده كده شكل الكارت. تعالى نعمل له علبة عشان نعمل البرزنتيشن يبقى شكلها حلو ما يبقاش مجرد حاجة وخلاص تبقى في الخلفية. هناخد برضو هننزل كيوب ونخليه برضو 9 و2 بقى في 5 و2 ونعملها 5 و2 برضو ونخلي الارتفاع بتاعنا ولو يكون 2 سنتي ونطلع الشغل بتاعنا فوق السنتر بتاعنا كده. وممكن ان احنا نيجي هنا كده نيجي على نحولها ايدي تيبل ونيجي ناخد الشكل كده. ممكن نعمل له اي شكل نيجي نعمل لوب كات ونعمل هنا مثلا لوب كات كده نخليها مثلا في النص ونخليها مثلا 50 عشان يدهلنا في النص بالظبط. وهاجي هنا في النص برضو اعمل كات وهاجي هنا في النص اعمل كات وهاجي على من هنا كده اجي على البلان بتاعتي دي واختار النقطتين انزل بيهم مثلا تحت كده شوية بالشكل ده كده. ممكن اجي اعلم على كل النقط واطلع بيها فوق شوية يبقى هي النقطة دي عندي في النص كده. وهاجي هنا برضو بنفس الطريقة من السايد واجي على النقطة دي وانزل بيها في النص كده بالشكل ده كده. وهاجي احدد الجزء ده كله كده ماشي واعمل له مش هاخد الجزء ده هاخد الجزء ده بس كده واعمل له سبليت ماشي وهسميه هنا كفر او خليه غلاف. وهاجي هنا اعمل ديليت بالشكل ده كده واجي على جسم الكارت بتاعي الكارت هنا نسميه الكارت ماشي انزله تحت كده وانزل كلونر واحط له نفس القيمة اللي هي 0.01 ممكن اخليه 11 وازود بقى الكمية بتاعتي ماشي هما 100 كارت نخليهم 100 كارت ونزود هنا شوية نخليه 15 ايوه بالشكل ده كده عشان في الضوء والظل يدينا شكل. وتعالى على الغلاف من هنا كده وهنجيب الاكس بتاعنا بقى نقف على الاكس ونيجي على علامة المغناطيس او السناب نضغط عليها نختار انيبل ونختار فيرتيكال ايدج سناب ونسحب الاكس بتاعنا عشان يسناب معانا بالشكل ده كده ويبقى هو ده المركز بتاع العلبة اللي انا هقدر من خلاله افتح العلبة. تعالى على العلبة نفسها ورايت كليك هنعمل بوليجن ونديه له سيكنس واكسترود وبنفس القيمة برضو ممكن نعمل ابلاي هيدينا نفس القيمة ممكن نزودها شوية نخليها مثلا 5
تدي سكنس للعلبة شوية، ونيجي على جسم العلبة برضو نديله نفس السكنس عشان يبقى معانا شكل البوكس بالطريقة دي كده، حاجة تبقى شكلها ظريف. تعال نفتح نفس ناخد نفس الشغل بتاعنا بتاع اللي احنا اتفقنا عليه، السكاي بالأرضية بكل حاجة، عشان نمشي بنفس درجات الألوان نفس درجات الإضاءة، ونحطها هنا كده، وناخد الشغل بتاعنا أو ناخد السكاي دي نفسها الأرضية دي نخليها هنا كده، وناخد العلبة بتاعتنا بالشغل بتاعنا نرفعه على البلان، وناخد دي نزلها كده، بقت ننزلها شوية، هي دي اللي محتاجة تتظبط، الأكس بتاعها يجي في النص بالشكل ده كده، وبعد كده نسحبه احنا بقى على الشغل بتاعنا عشان يبقى مظبوط معانا، ونخليه زيرو، يبقى كده هو على الأرضية بالظبط، الشغل بتاعنا برضو على الأرض، ونعمل كده. نخش بقى على الريندر سيتنج ونختار كرونا ونخليه 15:3، حفظنا الإحداثيات بتاعتنا ونعمله بالشكل ده كده، ونشوف الريندر بتاعنا. ممكن الغلاف شوية من ورا كده، وناخدها كلها كده ننزلها على الأرضية بالشكل ده. ممكن نجرب حاجة كده، ننزل بيفل ونحطه على البوكس بتاع العلبة كده، ونخلي نفس القيمة، وندور كده يعمل لنا ايدجز بسيطة، وناخد الكارت ده منه كوبي بقى، ممكن ناخد برضو نحدد له الاكس بتاعه عشان ما نقعدش نلف، نخلي وحدة الارتكاز بتاعتنا في حتة معينة عشان لما نلف الكارت ما يقعدش يلف معانا في كذا اتجاه ملهوش اي لازمة. وانت شوف انت عايز تعمل ايه، ممكن نخليه بقى 90، الدوران 45، وانت عايز بقى ايه، شوف طريقة عرضك انت عايز تعملها ازاي، براحتك خالص. ممكن تعمله كده، وممكن ناخد كوبي من ده كله كده، ونقفل العلبة، نشيل ده ونقفل العلبة، بالشكل ده، وتلفها بشكل انت حبه، ممكن نيجي على الغلاف هو هو، وناخد نفس البيفل ده نرميه كده، نحطه مع الغلاف عشان لما الرندر يعمل لنا حدود كده ينعم لنا الحرف. فيبان ان فيه هنا زي فاصل او حاجة للعلبة، احنا لو قربنا كده ده اللي انا اقصده.
عشان يبقى باين معاك. انت شوف بقى الطريقة اللي انت عايزها. انت ممكن تفرد الكارت كده، وممكن برضو في الخلفية لو حابب بقى تظبط الدنيا ممكن ناخد كارت تاني. المرة دي اهو ده الكارت بتاعنا، ننزل له كلونر بالشكل ده كده. نقف على الكارت الأول نظبط إحداثياته، نحط في كلونر ونرفع كده ماشي، وننزل الكارت. ممكن انت براحتك بقى تنزل معاهم ريندم، ومن الريندم ده هنخليه زيرو. ممكن من الروتيشن بقى تخليه، تعال على الكارت ده نغير احداثياته، نخلي الاكسس في النص نخليه 90، ونقف هنا نحط كده، ونيجي على ترانسفورمر نفسه بتاع الكلونر ونخليه 90، ونيجي على الريندم نفسه بقى هنا كده خليه كده دلوقتي. ممكن نيجي من الكلونر هنا ونوسع السبيس شوية، تيجي من هنا تلف لو انت عايز تخلي الكروت تبقى بشكل ورا في الخلفية مثلا حاجة بلوري كده بالشكل ده مثلا. يعني انا بديك افكار وانت في الاخراج بتاعك اعمل اللي انت عايزه. ممكن تبقى هي برضو في الخلفية، ده الكارت بتاعك الرئيسي احنا مظبطينه، عايز دول مثلا يبقوا في الخلفية كده حاجة بلوري كده تعملها انت، تبقى حاجة خاصة بيك برضو. عايز تصغرهم تبقى هي ورا مثلا تسكيل كده كأنها في الخلفية، براحتك. انا بديك حاجة وانت اشتغل على اساس. طيب تعالى بقى نعمل الماتيريال. تعالى لو انت عايز تخلي العلبة مثلا ماتيريال ازاز، وانت عايز تعملها ماتيريال شفاف، طبعا هنقلل بقى نسب الريفليكشن خالص في الماتيريال. جرب ظبطت معاك وبقت حلوة، انت عايزها تبقى شفافة تمام براحتك، عايز تخليها عادية براحتك. هنروح نجيب ماتيريال كارت او ديزاين بتاعك. انا طبعا بما ان انا كنت مجهز الحاجات دي مثلا هنا كنا مجهزين الحاجات. الواحد فين؟ ارتورك ده مثلا الكارت، طبعا تصميم خفيف ملوش علاقة، انت براحتك. ممكن تاخد برضو على الكارت ده تمام. لو انت عامل ضخش ممكن ان انت تاخد واحد في الأرضية كده تعمله بالشكل ده مثلا. ده الظهر بتاعه نعمل له هوريزونتال كده.
طبعا انت هتشوف الطريقة بتاعتك اللي انت عايز تطلع بيها الشغل وتشوف. انا شايف ان اللي في الظهر دي مش هتبقى لها لازمة عشان ما نكترش البي اس دي، انا بس قلت اديك فكرة. انت ممكن ان انت تشغل الخلفية برضو لو انت حابب تضيف حاجة من عندك ضفها، مش حابب خلاص يعني نشوف الشكل النهائي وبعد كده نبدأ نظبط الشغل بتاعنا. انا شايف ان العلبة الازاز مش هتبوظ لنا الدنيا، انا ممكن ان انا اعملها علبة شيك صغيرة، انا بفضل اللون الاسود بصراحة، فممكن نعملها علبة سودة تبقى شكلها ظريف، ونيجي على ريفليكشن ونموت اللمعة خالص ونخلي العلبة نفسها تبقى سودة مع الكروت. طبعا هناخد دي نحطها هنا كده، فبقت أصبحت عندك الشكل العام، تحس ان الكروت طايرة. تعال نجيب بقى الأرضية بتاعتنا ونحطها على الشغل بتاعنا كده، نظبط الشغل بتاعنا بقى على الأرضية عشان تبقى الأمور مظبوطة. تبدأ تعمل الريندر بتاعك بالشكل اللي يريحك، شوف الشكل العام بقى. حاسس إن العلبة دي عايزة تلف كده عشان تبين كمان الشغل اللي في الجنب ده، ممكن نرفع العلبة شوية عشان تبين. خلينا نشوف الريندر لما يخلص خالص النويز والحاجة دي تروح، نشوف الشكل بعد الدنيا ما تخلص. عشان نشوف الشكل العام اللي محتاج يتظبط. طبعا العلبة من فوق ممكن تحط عليها اي رسمة او اي اسم او اي ايكون او حاجة تخص بيك، لو انت بتعمل الشغل ده فريلانس مثلا فتحط على العلبة، لو هتعمل علبة يعني ليها كذا حاجة فبراحتك انت في الموضوع ده.
تمام، يعني كده الدنيا والتفاصيل بتاعتنا معانا ظاهرة، ما فيهاش أي مشكلة. نظبط بس الشكل، أنا عايز نبين منظر العلبة. تعال نغير شوية في الترتيب، نخلي العلبة المقفولة يبقى بالشكل ده مثلا كده، ونجيب العلبة المفتوحة هي اللي تبقى ظاهرة معانا، عشان هي اللي فيها الشغل والقط. لو انت حابب تظهرها هي نفسها، أنا شايف إن السماء بتاعت السكاي هنا، بتاعت قصدي ال HDR، مش محتاجينها، لأن هي ما عندناش حاجة فيها ريفليكشن، فبالتالي إحنا مش محتاجين إن إحنا تبقى معانا عشان تعمل لناش لايت على الفاضي. زود بقى الكادر بتاعك الطريقة اللي تريحك. كده أظن إن الدنيا تمام. كده هنعمل لو الريندر بتاعك هتطلعه من السينما 4D بالموكب. طبعا احنا هنعمل واحد تاني اللي هناخده على الفوتوشوب من غير أرضيات، عشان تبقى انت شايف الموكب هنعمله هناك ازاي براحتك. فاحنا هنا ممكن ان احنا برضو في حاجات كده بتبقى ظريفة، ممكن نقف هنا كده ونيجي على كرونا ريندر. تمام، ونجيب اللوجو احنا كنا عاملينه. طيب خليني اعمل اللوجو واجيلكوا عشان منضيعش وقت ونطول فترة الفيديو. هعمل حاجة كده وهجيلكوا في ثواني. رجعت لكم تاني، انا كنت بس بعمل حاجة كده نحطها هنا في
تظبط الشكل ما تبقاش الدنيا فاضية كده. انا عملت بس اللوجو، حولته وظبطته عشان يركب معانا على المكان اللي احنا عايزينه. ف طبعا عملته بنظام الالفا اللي هو البي اس دي، وشلت الباك جراوند بتاعته والالفا اللي هي بلاك اند وايت عشان تظبط معانا، عشان لما نحطه في الجزء اللي احنا عايزينه يبقى نازل مظبوط زي ما انتم شايفين كده والدنيا تمام، وتبقى انت شاغل الدنيا معاك ويبقى فيه اكشن كده، ما تبقاش الدنيا فاضية بالشكل اللي انت عايزه. ممكن تيجي على العلبة نفسها برضو تانية اللي هي فاضية دي مقفولة، ممكن حابب ان انت تخليها تبقى واقفة برضو الشكل العام، تبقى واقفة كده برضو. ممكن تيجي برضو عشان يبقى الموضوع ظريف وراكن الكارت عليها كده، تبقى في حركة في الموضوع. انا شايف ان الدنيا كده اكتملت والدنيا تمام، وتبقى حاجة بسيطة وسلسة وما فيهاش مجهود كبير. نظبط الشكل بتاعنا. طيب هيبقى ده الشكل العام بتاعنا، نعمل له ريندر ونرجع لكم. نسيف بس الاول كده ونسمي ده الكارد، سيف، ونروح على الاوتبوت نخلي الريزولوشن هنا نشوفها كده، خلي الريزولوشن 200 ونسيبه يرندر، ونرجع لكم بعد الرندر عشان نشوف موضوع البي اس دي هناخده على الفوتوشوب نعمله ازاي. ارجع لكم بعد ما يخلص. ورجعت لكم بعد ما خلص تنصيف، خد له بتاع ربع ساعة كده على ما خلص. هنعمل سيف از، نعمل سيف از ونختار طبعا جي بي جي وسيف في المكان بتاعنا بالشكل ده كده، ونروح على الفوتوشوب نقفل بقى حاجات المفتوحة ونفتح الكارت بتاعنا اهوت. طبعا هو اتصدر بالشكل ده، بس طبعا احنا هنشوف الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها برضو عشان تبقوا شايفين الفرق. هنعمل ريال لير جديد ونعمل مستطيل كده على قد الشكل بتاعنا، ونعمله فيل بلون مختلف شوية عشان يبان معانا مثلا كده اهوت. لازم يبقى على لير جديد ورايت كليك ونعمله convert smart object. وممكن نيجي بقى ممكن نقلل الاوباسيتي بتاعته شوية، ورايت كليك ونجيب ترانسفورمر بتاعنا ونبدأ نظبط على الشكل بتاعنا على الحدود بتاعتنا بالظبط كده. نظبط على حدودك حيات كده، الشكل ده كده. ممكن تكبر ترجع تاني كنترول وتي وتبدأ تظبط على حدودك بالظبط عشان تبقى مغطية الشغل بتاعك، واخد نفس البرسبكتيف بتاع الشغل.
لا كده عندك كارت ممكن تسميه ده الوجه وتيجي هنا تاخد تعمل شيء تاني برضو وتاخد نفس الأحداثيات وتحوله convert smart object تعمل الـ opacity بتاعته تبدأ برضو إن أنت تظبط على الشكل بتاعك كده أهوت. الشكل ده كده تمام. الجزء ده ظاهر هتيجي تضغط على الماسك هنا وتجيب ممكن تعمل سيلكت سيلكشن كنترول وكليك على الجزء اللي هو ظاهر فيه تقف على الماسك وتجيب البرش تصغرها شوية كده تخلي الفروج جراوند هنا اسود وتمسح الجزء ده كده من على الشكل فبقى عندك بالشكل ده كده ده هنسميه مش وقتك مش عايزينك دلوقتي سميه مثلا الظهر تعال هنا نعمل هنا كده نفس الطريقة ونعمل بوكس حوله convert smart object نقلله بس بتاعته عشان نشوف بس احنا ماشيين على حدودنا ازاي اهو بالشكل ده كده هيبقى اصبح عندك جاهز عندك الموكب بتاعك حاجة خاصة بيك مش عند حد تاني تتفرد بيها وتبقى حاجة خاصة بيك انت جاهزة معاك في اي وقت كده عندك قلل بقى زود رجع تاني كل حاجة للونها هيت وتعال هات الديزاين الجي بي جي بتاعك اللي انت عامله في الكارت ارت ورك هو ده الظهر وده الوش هاجي على الوجه دبل كليك مجرد ان هو يجي دبل كليك اسحب عليه الديزاين بتاعي ملكش دعوة ان كان نفس الـ نفس السكيل او لأ المهم انت ظبط على الشكل بتاعك هو هيروح هناك ياخد الشكل بالظبط اظن مش ده الديزاين بتاعنا صح احنا لو جينا هنا كده في ستريب عندنا فين الستريب ده الانفلوب سوري شوف احنا جبنا الايه ديزاين بتاع الانفلوب لا احنا عايزين اللي هو بتاع الكارت اللي هو ده وهنيجي هنا دبل كليك تاني على الشغل بتاعنا ونجيب الكارت بتاعنا ونحط الديزاين بتاعه اهوت ولو شديته هتلاقي نفس السكيل حاجة بسيطة خالص ظبطه انت على نفس الشكل كنترول وسي بس نزل لك اهوت في الشكل بتاعك اما تيجي تخفي بص هتلاقيه هو هو نفس الديزاين اللي انت عامله هنيجي على اللي هو هنسمي ده اللي هو العلبة عشان نعرف ان هو ده اللي جوه العلبة ماشي دبل كليك عليها هتجيب الكارت بتاعك تسحبه هنا كده تظبطه على نفس السكيل اللي طالع لك اهو كنترول سي خلاص نزل لك على العلبة لو خفيت هنا كده هتلاقي الديزاين بتاعك هنلغي ده وهنيجي على الظهر دبل كليك على سمارت اوبجكت ونسحب الظهر بتاعنا نحطه على السمارت اوبجكت بتاعنا ونعمل سيف بس نزل لك اهو بنفس الطريقة بقى عندك الشكل ده مظبوط وزي الفل اهوت
ما فيش اختلاف يعني، تشوفوا انت بتظهر وبتاع، في ما فيش يعني، احنا حطينا كل دول في جروب كده، عملنا كنترول في جروب، بس اختلاف بس درجات الالوان، هي تقريبا نفس السكيل ونفس كل حاجه، فاصبح عندك الحاجه. ودي برضو العلبه من جوه، لو انت عايز تعمل لها نفس الموضوع ممكن نفس تعمل لها سمارت اوبجكت، وبرضو لو عايز تغير اللوجو بتاعك من جوه بنفس الفكره بالظبط. بكده اصبح عندنا الكارت بي اس دي موكب والسينما 4D جاهز، عندك السورسين ممكن تستخدم اللي يريحك واللي اسهل لك في الشغل. يبقى كده خلصنا درسنا والحلقه الثالثه النهارده، نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.